كالعادة أخواني أخواتي، يرجى دعم الفيديو بلايك حتى يصل إلى أكثر عدد من الناس، وحتى نقطع الطريق على كل متسول باسم البحث التاريخي وباسم التفكير وباسم إعادة النظر بالتاريخ وباسم التجديد. نقطع الطريق على المتسولين ونبين الفكر الحقيقي، الفكر الذي يبين أو يثبت الشباب على عقائدهم. هذا الفيديو هو زيارة الإمام الحسين عليه السلام في الأربعين بين الشيخ أحمد سلمان وبين الشيخ ياسر عودة. أخواني أخواتي، أكرر يرجى دعم هذا الفيديو حتى ينتشر لأكثر عدد من الناس. إن شاء الله بهذا الفيديو اللي راح نفتتحه إن شاء الله بكلام للسيد السيستاني حفظه الله، المرجع الديني الأعلى، وهو يقول نقلا على من قال أو من نقل الفتوى، الشيخ الفاضل حسين المنصوري يقول عندما سئل السيد السيستاني عن هذه الزيارة المباركة في الأربعين، قال السيد، وسنستمع لكلام الشيخ أحمد سلمان: لا يصغى إلى ما ينقل بهذا الشأن، وهذا بالنسبة لي أنا كافي ووافي بأن يقطع الطريق على ياسر عودة ومن يريد أن يشكك. إخواني أخواتي، ياسر عودة يذكر حديث الإمام أو الرواية عن الإمام العسكري عليه السلام بخصوص زيارة أو علامات المؤمن، فعندما يأتي إلى هذا الشطر يقول: نعم زيارة الأربعين، منو اللي قال لكم يعني زيارة الإمام الحسين عليه السلام في الأربعين؟ إنما ممكن زيارة أربعين جار. هذا هو كلام، نعم هذا هو كلام الشيخ ياسر عودة وهو يرد هذه الزيارة التي يتجمع بها الشاب، يتجمع بها الرجل الدين، ويكون أيضا نوع من المودة بين أطياف أو بين المجتمع. نعم 40 مليون، أو عفوا 20 مليون، 20 مليون أقلها، يأتون يهتفون لبيك يا حسين، والشيخ ياسر عودة يقطع الطريق ويشكك الناس. ماكو ممكن أنت تزور الإمام الحسين عليه السلام في غير يوم إلا تزوره في الأربعين، شنو الهدف؟ شنو الغاية؟ يعني اليوم أنا من أسأل الشيخ ياسر عودة أقول له شنو الغاية من أنك تشكك 40 أو 20 مليون زائر بزيارتهم؟ وبالمناسبة أقطع الطريق، لن والله لن يتراجع بسبب كلامك ولا حتى شخص واحد أبدا أطلاقا ونهاية. صراحة أنا اليوم أحضر مقطع فيديو للشيخ ياسر عودة استغربت، إن صراحة يعني أقول تجمع مليوني بزيارة مليونية بتجمع، بالتأكيد العالم أجمع يسأل لماذا يتجمعون، لماذا يسحفون، لماذا يمشون، لماذا يخدمون، لماذا ولماذا العالم كله يسأل ويقول إلى من يتجهون، وإذا بالشيخ ياسر عودة يخرج لنا ببحث الزيارة الأربعين غير ثابتة. لا حول ولا قوة إلا بالله. الشيخ أحمد سلمان سيتكفل بموضوع هذه الزيارة، الفيديو راح يكون جدا طويل، نعم، لكن يهمني أنه أثبت بحث علمي للشيخ أحمد سلمان، وهو يبين لماذا نزور الإمام الحسين عليه السلام. يتكلم أولا عن الموضوع لغة، عن الزيارة لغة، كعادة الشيخ أحمد سلمان يفصل في هذه البحوث، بالتأكيد يذهب إلى موضوع ما هي الأبعاد التي تجعلنا أن نزور الإمام الحسين عليه السلام. يتكلم ويفصل أولا بعد عقلاني، بعد وجداني، بعد أيضا بعد عرفاني، وأيضا يتكلم عن أمور مهمة سنتكفل إن شاء الله بالتعقيب عليها بعد أن نستمع إلى كلام الشيخ نعم حسين المنصوري. سنتوجه مباشرة إلى كلام الشيخ أحمد سلمان، نتوجه إلى كلام الشيخ حسين المنصور عفوا بنقل كلام السيد السيستاني بهذا الشأن، ونخليكم مع البحث بشكل بودكاست حتى يكون هذا الفيديو ردا على المشككين. نستمع ونعقب، فخليكم على الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. زيارة الأربعين للحسين عليه السلام، ما هو رأي سماحة السيد السيستاني حفظه الله بها؟ سؤال موجه إلى مكتب سماحته. السؤال يقول: ينقل البعض بأن زيارة الأربعين للإمام الحسين عليه السلام غير ثابتة. البعض يقول أنه هذه الزيارة مو ثابتة ومو صحيحة وما إلها وجود،
فما هو رأي سماحتكم؟ الجواب مختصر وجميل جدا، لكن قبل لا أنقل لك الجواب أنقل لك ليش البعض يقول هكذا. البعض يقول أنه أصل زيارة الحسين عليه السلام يوم 40 مو موجود، مو ثابت، ولو سلمنا بوجود نص ورواية فهذه الرواية ضعيفة السند، يعني اللي نقلون الرواية عن فلان عن فلان عن فلان عن الإمام هؤلاء أكو بيهم ضعف، أكو بيهم مو موثقين، فبالتالي هذه تطرح، البعض هكذا ينقل. طبعا ويعني يثار عدة أمور بهذا الشأن. الجواب من سماحة السيد حفظه الله جميل جدا ومختصر، يقول الجواب، استمع معي، يقول لا يصغى إلى ما ينقل بهذا الشأن، يعني أي واحد يتكلم بهكذا كلام لا تصغي إليه. ليش؟ يعني لأنه ما يستحق أن تصغي إليه. طبعا الرد العلمي موجود، اللي حب أكو رد علمي موجود على من يدعي عدم ثبوت زيارة الأربعين، لكن إضافة إلى رد العلمي الجواب فيه جمالية أيضا، لا يصغى إلى ما ينقل بهذا الشأن، يعني هذا ما يستحق أنه تستمع إلى من يعمي أو من لا يرى هكذا أدلة ولا يبحث في هكذا أمور، هذا حقيقة يعني يتهم في علميته، بالتالي لا يصغى إليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من زوار الحسين عليه السلام، وأن يرزقنا شفاعة الحسين ويرزقنا خدمة الحسين بمنه وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. حديث الساعة وحديث هذه الأيام هو زيارة الحسين عليه السلام، الآن في هذه الساعات كل العالم متوجه نحو قبلة الأحرار وكعبة العشاق ناحية كربلاء المقدسة، فلذلك في مثل هذا اليوم يكثر السؤال حول ما يتعلق بالزيارة. الآن كل وسائل الإعلام العالمية تسلط الضوء على هذا الحدث العالمي الكوني وهي قضية زيارة الحسين. نريد في هذا اليوم أن نسلط الضوء على قضية الزيارة ضمن ثلاثة محاور. المحور الأول، ما معنى الزيارة؟ هذه المفردة التي دائما نستخدمها شنو تعني؟ كلمة زيارة مشتقة من الأصل، ثلاثة حروف الزاء والواو والراء، ولما نرجع إلى معاجم اللغة يقولون هذا الأصل يدل على عدول وميل. كيف يعني؟ يعني أي كلمة مشتقة من هذه الحروف الثلاثة تجد فيها دلالة على هذا المعنى، معنى العدول والميل. مثلا مشتقة منها كلمة الزور، واجتنب قول الزور. شنو الزور؟ الزور هو عدول وميل من الحق إلى الباطل، لذلك احنا الشهادة نسميها شهادة ماذا؟ شهادة زور، قول زور. ليش؟ لأنه عدول من الحق إلى الباطل. يجي واحد يقول فلان مزور، شنو يزور؟ يعني يغير الحقائق ويبدلها. زين، نقول فلان زائر، زارني فلان. ليش لما يأتيك أحد نعبر عنها بالزيارة؟ أيضا فيها معنى الميل والعدول، هو عدل عن غيري وجاء لي، هذا معنى العدول. والقرآن الكريم استعملها بنفس المعنى، اجتنبوا قول الزور، لما عبر عن الشمس إذا طلعت شنو؟ زاوى. شنو يعني؟ يعني تميل،
وأيضا استعمل هذه اللفظة في الإتيان للقبر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم. ليش عبر عن هذا الحدث بأنه ماذا؟ زيارة. قالوا لأن فيه عدولا عن الحياة الدنيوية إلى الحياة الأخروية. تشوف صورة التكاثر اللي هي أول صورة أو أول استعمال لهذا المصطلح في قضية القبور، كلها في مقام التذكير بالعالم الأخروي. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلم، كلا لو تعلمون علما. الحديث كله عن عالم الملكوت، عن عالم الغيب. شنو الربط بينهما؟ يقول هذا القبور، المقابر تذكر بها. زين، يجي الآن السؤال المهم، لماذا عبر في الروايات عن الإتيان لأهل البيت عليهم السلام لقبورهم بالزيارة؟ نفس المعنى، لأن الزائر يعدل عن الدنيا للآخرة. كيف؟ أنت الآن تخسر أموال وتتكبد متاعب وتبذل جهد ووقت في سبيل ماذا؟ عندك مكسب مادي دنيوي من الزيارة؟ لا، غرضك ماذا؟ الآخرة. لما تزور قبور الأئمة عليهم السلام، الباعث للزيارة أمر أخروي أو دنيوي؟ أخروي. فلذلك أنت تميل عن الدنيا وتعدل. ومن هنا عبر عن الإتيان لقبور أهل البيت عليهم السلام بالزيارة، لأن الإنسان إذا انطلق وذهب وتوجه لزيارتهم أراد بهذا الأمر ماذا؟ الأخروي والثواب الأخروي. نجي الآن إلى المحور الثاني. هنا البعض يسأل يقول شنو فائدة هذا العمل؟ يعني إحنا عملية الزيارة لما نقرأها قراءة مادية، واحد يطلع من بلده يقطع لعله آلاف الكيلومترات يبذل أموال، النتيجة ليصل عند قبر. شنو قبر؟ غير حفرة وفيها شخص ماذا؟ مدفون. ما الغرض من هذا؟ هل مثل هذا الأمر يقدم عليه العاقل؟ هل مثل هذا الأمر له فائدة؟ كيف نقرأ الزيارة قراءة تجعل فعلا أي عاقل يقدم عليه؟ لذلك تشوف دائما في مثل هذه الأيام، شوف دائما أصوات تعترض عن الزيارة وعن هذا على هذا الأمر. إحنا نستطيع أن ننظر للزيارة من ثلاثة أبعاد، فيها ثلاثة أبعاد مهمة، كل بعد من هذه الأبعاد يصلح أن يكون جوابا على هذا السؤال. البعد الأول هو البعد العقلاني. كيف البعد العقلاني؟ الآن لما تنظر في سيرة البشر، كل شعوب العالم باختلاف أديانهم، مذاهبهم، أعراقهم، أجناسهم، على اختلاف البشرية، تجد أنهم اتفقوا على شيء. شنو هو الشيء؟ على إحياء ذكرى عظمائهم. تشوف الآن كل شعوب الأرض عندهم مجموعة من العظماء يحيون ذكرى. ما في شعب من شعوب الأرض إلا ويحيي ذكرى لعظمائه، سواء كان هذا العظيم رمز ديني، رمز سياسي، رمز اقتصادي، رمز علمي، نفس الشيء. رمز ديني مثلا، روح الشرق آسيا شوف بوذا مثلا، بوذا شخصية يحيى ذكرها وتعظم، وتشوف في كل منطقة في تمثال لبوذا، في ذكر لبوذا.
نظام السياسي مثلا تعال امريكا مثلا جورج واشنطن من المؤسسين من اعمدة هذا البلد. وشوف ولاية كبيرة عريضة سميت باسمه. تشوف رؤساء للولايات المتحدة وجوههم نحتت وين؟ على الجبال. هذا من باب ماذا؟ من باب إحياء لذكرهم. هؤلاء في نظرهم عظماء. حتى أكثر الناس تشددا سلفية. السلفية رغم أنهم ضد هذه الأمور لما يرجعون إلى سيرة العقلاء تشوف يحيون ذكرى عظمائهم. عندهم أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب أسبوع كامل. ليش؟ يقول لك لا إحنا نحيي ذكراه. هذا مجدد. هذا أتى بما لم يأتي به غيره. ماذا نفعل؟ نحيي ذكراه. نفس الشيء إحنا نظرتنا للحسين على أنه عظيم وننظر له على أنه رمز لمجموعة من القيم الإنسانية والبشرية. رمز للإصلاح، رمز للعزة، للإباء، للتضحية. وكل شخص يحمل هذه القيم يحتفى به. ولا أنت الآن شوف مثلا تشي غيفارا، إنسان عادي ودكتور عادي لكن فعلا قدم شيئا لشعبه. شوف الآن كل العالم في كل الأرض كثير من الشباب اللي يضع وشم صورة هذا الرجل، اللي يلبس مثلا لباس عليها صورة هذا. ليش؟ هذا أصبح مو شخص، أصبح ماذا؟ رمزا للحرية، رمزا للثورة. عندنا الحسين هذا رمز وشعلة لم تنطفئ 1400 سنة. الزيارة مصداق من مصادق إحياء ذكر هذا العظيم، مصداق من مصادق تعظيم هذا الشخص. وهذا الأمر عقلاء لا يختلف فيه اثنان. فالبعد الأول للزيارة هو هذا، أن الزيارة هي مصداق من مصادق تعظيم الحسين الذي هو عظيم من عظماء المسلمين، بل عظيم من عظماء من البشرية. الآن تشوف في هذه المسيرات هذه الأيام تشوف مسيحيين، يهود، صابئة، بل بعضهم سياسيين فقط جاءوا ماذا؟ للمشاهدة. هذا البعد الأول. البعد الثاني هو البعد الوجداني. كيف البعد الوجداني؟ إحنا لما تنظر علاقتنا بأهل البيت عليهم السلام عندنا ركيزة أساسية وهي قضية العاطفة. كيف؟ شوف حتى القرآن الكريم لما تعرض لأهل البيت ربطهم بماذا؟ بالمحبة. قل لا أسألكم عليه أجر إلا المودة في القرب. تشوف روايات النبي صلى الله عليه وآله، من أحبني وأحب هذين وأحب ابنتي فاطمة، يا علي لا يحبك إلا مؤمن. دائما الكلام في إطار ماذا؟ المحبة والمودة والدافع العاطفي. صحيح أو لا؟ أنت لما تنظر إلى المحبة بما هي محبة تجد أن قمة التعبير على المحبة متى؟ في حال اللقاء. يعني أكثر شيء يطلبه العاشق، يطلبه الحبيب، هو ماذا؟ أن يلتقي بحبيبه. لذلك تشوف قصص الأدب العالمي، قصص الحب، دائما كل القصص تصور هذه الصورة، الحبيب يسعى للالتقاء بحبيبه ويتكبد الصعوبات. مثلا القصة المعروفة روميو وجولييت، كل القصة كيف يريد أن يلتقي بها. خلنا مع العرب جماعتنا، عنتر وعبلة نفس الشيء، كل القصة الحبكة من أولها لآخرها كيف يلتقي عنتر بمن؟ الزيارة نفس الشيء.
لما تشوف روايات الزيارة تجد أنها نظرت إلى الجانب العاطفي. أنا أقول لك الآن بعض الروايات عن أهل البيت عليهم السلام. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. شوف هذه الرواية، النبي صلى الله عليه وآله يخاطب أمير المؤمنين: يا أبا الحسن، إن الله جعل قبرك وقبر ولدك بقاعا من بقاع الجنة وعرصة من عرصاتها، وإن الله جعل قلوب نجباء من خلقه وصفوته من عباده تحل إليك. كيف الجانب العاطفي تحن لهذه القبور وتحتمل المذلة والأذى فيكم، فيعمرون قبوركم ويكثرون من زيارتها. ليش؟ تقربا منهم إلى الله ومودة منهم لرسول الله. النبي صلى الله عليه وآله جعل الزيارة ماذا؟ تعبيرا عن محبة، تعبيرا عن مودة. رواية أخرى عن الرضا عليه السلام يقول: إن لكل إمام عهدا في عنق أوليائه وشيعته، وإن من تمام الوفاء بالعهد وحسن الأداء زيارة قبورهم، فمن زارهم رغبة في زيارته وتصديقا بما رغبوا فيه كانوا شفعاءهم في يوم القيامة. التعبير المحرك للزيارة ما هو؟ الثواب؟ لا، شنو هو؟ المحبة، العشق، الارتباط العاطفي. فلذلك ممكن أن ننظر للزيارة من هذا الجانب، أنها تعبير عن ماذا؟ عن المحبة وعن المودة التي أمر بها الله عز وجل. هذا البعد الثالث. البعد الثالث هو البعد العرفاني. شنو البعد العرفاني في الزيارة؟ إحنا لما نقرأ القرآن الكريم نجد القرآن كثيرا ما يتحدث عن الهداية. آيات كثيرة في القرآن تتحدث عن الهداية، لكن الهداية في القرآن ليست بمعنى واحد. الهداية لها أكثر من معنى، ممكن نجعلها في ثلاثة أقسام. القسم الأول من الهداية هي الهداية العامة. كيف الهداية العامة؟ الله عز وجل لما خلق الإنسان جعل فيه العقل، وهذا العقل عنده القدرة والقابلية أن يدل الإنسان على من؟ على الله عز وجل، يهديه. جعل فيه ماذا؟ الفطرة السليمة التي هي أيضا ماذا؟ دليل. هذه هداية عامة، وعبر عنها القرآن في أكثر من ليلة، في أكثر من آية عفوا. قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ثم هدى، هذا النوع من الهداية. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. عندنا هداية أخرى هي هداية خاصة، هذه مرحلة متأخرة. كيف هي الهداية؟ التي تكون ببركة الحجج، الأنبياء والرسل والأوصياء. الله ينصبهم، يبعثهم ويقومون بدور الهادي. كيف؟ يبينون لنا طريق الحق وطريق الباطل، ويوجهون الناس لطريق الحق، وهذا دور الأنبياء. لذلك تشوف القرآن الكريم يتحدث عن هذا المعنى، يقول: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وعندنا نوع ثالث من الهداية أخص. كيف أخص؟ تشوف أنت الحين في الشارع، لو أنت تتصل إلى مكان،
تارة تروح الشخص تقول وين هذا المكان، يقول لك روح يمين في يسار لين تصل، هذه هداية. وعندنا مرتبة أعلى، كيف هذا الشخص يأخذ بيدك ويوصلك إلى المكان. هناك هداية أخص من هذا القسم، وهي التي عبر عنها القرآن بالتزكية، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب. شنو التزكية؟ وشنو علاقة هذه التزكية بالهداية؟ أو بالتحديد شنو علاقتها بالزيارة؟ هذا المعنى موجود في الزيارة، أن من آثار الزيارة ماذا؟ التزكية. شوف مثلا تقرأ في زيارة الزهراء عليه السلام، فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهم. ليش؟ لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا. في الزيارة الجامعة، وجعل صلواتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم شنو؟ طيبا وطهارة لأنفسنا وبركة وتزكية لنا. شنو علاقة التزكية بالهداية بالزيارة؟ لما تحصل حالة التزكية في الإنسان، تصير عنده طهارة نفس، هو بنفسه سينفر عن طريق ماذا؟ الباطل، وسيتوجه إلى طريق الحق، تصبح عنده حصانة ماذا؟ ذاتية. زين، شنو علاقة هذا بالزيارة؟ كيف الزيارة تجعل في الإنسان حالة تزكية؟ هنا أحد العلماء جاب مثال جميل، يقول افترض مثلا عندنا ماء قليل مثل هذا، لكن هذا الماء متنجس، سقطت فيه نجاسة، شيء من الخبائث أعزكم الله، بول، دم، غائط، شي صير متنجس. زين، لو أخذت هذا الماء ولامست به، مجرد الملامسة لامست به كرا أو ماء كثير، هذا الماء شي صير يطهر. يقول هذه الزيارة، يقول الزيارة هي الزيارة. الإنسان بما هو إنسان، بما خلقه الله طاهر، لكن لارتكابه الموبقات والفواحش يتنجس، ويصبح نجس، يصبح متنجس. هذا الانتقال المادي للوصول إلى قبر المعصوم هو مقدمة للالتقاء روحي بالمعصوم. بمجرد يحصل هذا الالتقاء مع معدن الطهارة ومنبع القداسة، تطهر نفس الإنسان. وإذا طهرت نفس الإنسان شو يصير؟ بعد حصلت الهداية، الآن أنت بعيد عن كل ماذا؟ عن كل باطل. وهذا معنى روايات الثواب. البعض يشكل على روايات الثواب مثلا، من زار الحسين عليه السلام غفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه. زين، ما تقدم واضح الله يغفرها، زين ما تأخر شنو يعني؟ مو هذا إغراء بالمعصية؟ يعني بعد ذنبك مغفور افعل ما شئت. لا، هذه الرواية تحمل على هذا المعنى. كيف؟ شنو معنى المغفرة؟ الإنسان إذا زار المعصوم وحصلت له حالة الطهارة، هل سيفعل الذنب؟ لا، المغفرة هنا بمعنى أنه أساسا لن يقع في الذنب. من بركات وآثار الزيارة المقبولة بهذا القيد، المقبولة، أنها تحدث في الإنسان تغييرا إيجابيا، هذا التغيير يصبح مانعا بينه وبين الذنب. مو أنه إذا وقع في الذنب مغفور افعل ما شئت، لا، آثار الزيارة أن يبتعد الإنسان عن الذنب. لذلك تشوف البعض يروح يزور، يرجع يقول أحس بحالة روحانية،
شو هو يريد هذا المعنى؟ أنه طاقة إيجابية تبعثه لفعل ماذا؟ الطاعات للتقرب إلى الله. هو هذه أذان الزيارة، وهذا البعد العرفاني في الزيارة، أنها ماذا؟ عملية تطهير للإنسان. هذا التطهير نتيجته الهداية الأخص، والهداية الخاصة. إذن عندنا في الزيارة ثلاثة أبعاد: بعد عقلاني، وبعد وجداني، وبعد عرفاني. نأتي الآن إلى المحور الثالث والأخير. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. هنا البعض يطرح إشكال، قد يقول أنا أسلم بكل ما ذكرت في الزيارة، ما عندي مشكلة مع أصل الزيارة، عندي مشكلة مع قضية جزئية. شنو هي؟ المشي. زين، تبغى تزور زور، لكن ما الداعي لهذا المشي؟ من أول صفار مشاية مشاية، الآن الزمن ماذا؟ تطور، عندنا وسائل نقل متطورة، وهذا هذه العملية تعطل مصالح الناس، تصير تضيع للوقت، حتى أن أحدهم ما أدري شو يسموه بعد، شيخ سابقا، مفكر، الله العالم، الألقاب ببلاش الأيام، كتب جملة: إن جنة الله لا تنال بالمشي. يعني لا تمشي، بتزوزه بس لا تمشي. زين، احنا نسأل هذا السؤال: شنو الداعي لهذا المشي والإصرار على المشي، على الزيارة بهذه الصورة، لا سيما الأربع؟ أولا، كجواب أول، نقول جنة الله شروط الدخول لها مو جنابك تحددها، ولا جنابي ولا حد ثاني، لا، الذي يحددها من؟ والله عز وجل. صحيح أو لا؟ أنت أساسا لو ما عندك وحي، آيات وروايات، أساسا ما تعرف أنه في جنة. أساس وجود جنة هذه ثبتت بماذا؟ بالعقل أو بالنقل؟ بالنقل. نعم، العقل أقصى ما يثبت وجود يوم حساب. شنو بعد الحساب وتفاصيل الحساب؟ العقل ما يثبت شيء. هذه نأتي إلى النقل. أيضا شروط الجنة وما يتعلق بالثواب، هذا أمر غيب، هذا يرجع فيه إلى الأدلة الشرعية. إحنا لما نصر على المشي ونقول أن فيه ثواب، هذا لوجود الدليل. عندنا مجموعة كبيرة من الأدلة، قسمها على ثلاث طوائف. الطائفة الأولى: عندنا روايات تنص على أن العمل كلما كان أشد، كلما كان الثواب عليه ماذا؟ أكثر. وهذه قاعدة حتى عند عامة الناس، قاعدة عقلائية: الأجر على قدر مشق. طبيعي، واحد إذا عمل أكثر أجره سيكون ماذا؟ أكثر. والروايات نصت على هذا، حديث معروف مشهور: أفضل الأعمال أحمزها. شنو أحمزها؟ يعني اللي فيها أكثر تعب وشدة. فالروايات نصت على هذا. احنا نسأل: شنو الأكثر تعب ومشقة، المشي أو الركوع؟ مشي طبيعي. فمن هذا الباب يكون المشي ماذا؟ أفضل. الذي يريد ثوابا أكثر سيمشي بناء على هذه القاعدة. هذا واحد. اثنين، عندنا طائفة ثانية من الروايات تتحدث عن المشي مطلقة، ومثلت بالحج. يعني لما تقرأ في روايات الحج تتحدث بعض الروايات على أفضلية المشي على الركوب في الحج.
وظاهر الأمر أن هذه الروايات هي تطبيق للقاعدة الكبرى. واحد يجي يسأل الإمام عليه السلام يقول شنو أفضل، أحج ماشيا أو أحج راكبا؟ شوف جواب الإمام: ما عبد الله بشيء أشد من المشي. يعني حج ماذا؟ ماشيا. ولعله مر عليكم في شهادة الإمام المجتبى عليه السلام حج 20-25 سنة ماشيا، وكانت النجائب تساق بين يديه. شنو يعني النجائب تساق بين يديه؟ يعني مشيه اختياري أو مختار؟ مختار. عنده دواب يركب عليها لكنه يختار ماذا؟ المشي. فموجود عندنا روايات كثيرة في باب الحج تجعل الأفضلية للمشي وتجعل عليه الثواب. طائفة ثالثة من الروايات لا تتحدث عن خصوص المشي لزيارة الحسين. يعني مثلا لو نرجع إلى كتاب كامل الزيارات الباب 49 من هذا الكتاب، هذا الباب فقط أو هذا الكتاب فقط فيه 10 روايات تتحدث عن أفضلية المشي، أن المشي لزيارة الحسين أفضل من الركوب. لما تأخذ هذا المجموع الطوائف الثلاثة من الروايات تخرج بنتيجة. شنو هي؟ أن المشي لزيارة الحسين ثوابه ماذا؟ أعظم بكثير من الركوب. وهؤلاء الناس لما مشوا يريدون الثواب من عند الله، والله عز وجل قد نص على أن هذا الأمر ثوابه ماذا؟ عظيم. إذن فإحنا عندنا مستند شرعي. هذا واحد. الجواب الثاني، تعال أنت الآن في العالم، كل العالم إذا أراد أن يعبر عن قضية يخرج في مسيرات جماهيرية. الآن حتى في قانون أمم المتحدة شنو يعني حرية التعبير، حرية التظاهر، السلم، التجمع؟ ليش ركزوا على هذه الجزئية؟ لأن التظاهر والتجمهر والمسيرات الجماهيرية عالميا هي وسيلة ماذا؟ تعبير، سواء للتأييد أو للتنديد. كيف للتأييد؟ افترض انتخابات حملة انتخابية، هذا المرشح يقوم يدعو أنصاره للخروج في يوم كذا والتجمع في ساحة كذا، صحيح أو لا؟ شوف الانتخابات الأمريكية قبل سنة. ليش هذا الأمر؟ يريد أن يبين مقدار دعمه ومقدار جماهيريته. لذلك من خلال هذه المسيرات أساسا يعرف هذا بيفوز أو هذا بيفوز أو لا. في جانب التنديد، افترض دولة فعلت شيء خطأ، شيء سيء، تشوف الشعب يخرج وين؟ للشوارع ويندد. هذا أمر عالمي. الآن كل العالم يعترف أن المسيرات الجماهيرية هي ماذا؟ هي وسيلة حضارية راقية للتعبير. زين شمعنا تقبلها عند كل العالم وتوصل الحسين؟ هؤلاء لما يمشون القضية مو فقط ثواب، لا، هؤلاء أصحاب قضية، عندهم قضية عمرها 1400 سنة اسمها الحسين، قتل مظلوما وقتلته إلى يومنا هذا لم يجرم. ليش الآن يزيد مجرم؟ لا، تشوف عندك شوارع باسم يزيد، كتب باسم يزيد، برامج تعقد لمدح يزيد، سيرة يزيد تعتبر منهج وقدوة. إلى الآن قتلت الحسين المجرمين لهم مكانة ويروج لهم. زين أنا مو من حقي أن أندد بهذا الشيء وأن أجعل صوتي مرتفعا للتعبير عن ماذا؟ عن هذه الظلامة. إحنا أصحاب قضية،
من حقنا أن نتجمهر ويعلو صوتنا لكي ماذا؟ يلتفت العالم إلى الحسين وإلى ظلامة الحسين، ومن جهة أخرى يلتفت إلى كربلاء وقيم كربلاء، قيم التي فعلا الآن العالم يحتاجها، كل العالم الآن يحتاج إلى الإصلاح، راية الإصلاح راية الحسين. إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جد رسول. الآن العزة قيمة ضاعت في هذا الزمن. من العزة؟ الحين العزة تشتري بفلوس. لا أعطيكم بيدي أعطاء الذليل ولا أبايع. هذه الأمور فقدت في هذا العالم، هذه المسيرات تذكر. فهذا المشي في حقيقته وسيلة تعبيرية، وسيلة حضارية راقية مقرة عند كل العالم. الجواب الثالث، وهو لعله أعمق الأجوبة الثلاث، احنا لو جينا الآن إلى نفس الشيء، نرجع إلى سيرة العقلاء، نجد أنهم في مقام التعبير عن قضية من القضايا يختارون وسيلة مقاربة لها. كيف؟ دائما الإنسان إذا أراد يعبر عن قضية يأتي بشيء يحاكي هذه القضية. كيف؟ المسرح. المسرح فن من الفنون الراقية. شنو المسرح؟ حقيقة الأمر المسرح يحكي لنا ماذا؟ الواقع، إما بصورة مباشرة أو بصورة تغميزية، يجيب رموز، هذه الرموز ماذا؟ هي أيقونات تصور الواقع. لما ترجع للمسرح منذ نشأته، منذ الحضارة البابلية السومرية أو الحضارة اليونانية، تجد أن المسرح من أول يوم هو وسيلة لمحاكاة الواقع. يعني مثلا في ملحمة معروفة، ملحمة موت الإله تموز، هو هذا التعريب له اسمه ديموزي. هذه قصة أسطورية، إله قتلته الآلهة، صراع بين الآلهة وبعد. في الحضارة البابلية أقدم عرض مسرح بابلي كان محاكاة أو تمثيل لهذه الواقع. نفس الشيء يتجمعون ويمثلون هذه الواقع. تعال مثلا إلى شيء كان فن، طبعا الرقص، مو رقص موجود الآن، هذا يسميه إباحة، سميه أمور خلاعية، لا، أصل الرقص في التاريخ البشري شنو هو؟ نفس الشيء، هي محاكاة لقضية واقعية. يعني مثلا في حضارة ما بين النهرين كان عندهم إله أو آلهة، آنو أو آنا، هذه إلهة الرياح، هذه تنزل مطر. لما يريدوا ينزلوا مطر كيف؟ النساء يكشفون شعورهن ويحركوا الشعر يمين ويسار، اللي هي رقصة الآن موجودة في بعض الدول الخليجية، هذه لها امتداد ممكن 7000 سنة، هذه رقصة بالشعر. ليش تحريك الشعر بهذه الصورة؟ محاكاة لحركة ماذا؟ الرياح، لتأتي الغيوم وينزل المطر. فلذلك تشوف إلى يومنا هذا الإنسان لما يريد يعبر عن قضية يحاكيها. حتى الإسلام الدين، الله عز وجل لما أراد تخليد قضايا حاكاها. مثل ماذا؟ مثل الحج. الحج شنو هو الحج؟ انت ليش تروح ترمي الجمرات؟ ليش؟ ليش؟ إبراهيم عليه السلام نفس المكان الذي رمى فيه إبراهيم، ليش تسعى بين الصفا والمروة وتهرمل في ذلك الموضع المحدد؟ تحاكي حركة من؟ هاجر. كل الحج هو محاكاة لمن؟ لإبراهيم وآل إبراهيم. نفس الشيء إحنا لما نمشي إحنا نحاكي ظلامة ومصيبة من المصائب. شنو هي؟ مصيبة حمل السبايا، وهذه مصيبة عظيمة. إحنا مصيبتنا مو فقط قضية قتل الحسين وانتهت المصيبة في ذلك اليوم، لا،
احنا المصيبة عندنا تمتد شهور بعد قتل الحسين، لما يطلع الزوار ويمشون مئات الكيلومترات من كل مكان في العالم، ترى ينادوا يا أهل الأرض أكو امرأة ضعيفة معها أيتام، معها أرامل نساء أطفال، سيقوا من كربلاء وطوف بهم في البلدان، من بلد إلى بلد، من قرية إلى قرية، من سكة إلى سكة. حياكم الله من جديد. مثل ما سمعتم شتان ما بين الشيخ أحمد سلمان ومن يمثل، وإن شاء الله راح أتكفل بنقل أيضا ردود بخصوص هذه الزيارة المباركة وثبوت هذه الزيارة المباركة. سأتكفل بردود أخرى على هذا الشخص، على الشيخ ياسر عودة، الذي يشكك الناس بحجة والله بحث، والله أنا باحث، والله أنا ما عندي رأي، والله ما، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت يعني إحنا دوم نقول إن السلفية والوهابية ومن أعمى الله قلوبهم، الله حارمهم، الله عز وجل حارمهم من هذا الفضل بسبب أعمالهم وبسبب يعني تفكيرهم، فأنت شلون تصير تنتمي إلى هذا الفكر؟ نعم ممكن الشيخ ياسر عودة ما رفض زيارة الإمام الحسين عليه السلام، لكن أقول الشخص الذي يريد أن يفتق فتق بهذا المذهب باسم المذهب بالتأكيد ما راح يأتيك من الأخير ويقول إن الإمام الحسين عليه السلام زيارة باطلة ولا تزور الإمام الحسين، سيأتيك بعنوان ثانوي، زيارة الأربعين باطل، زيارة عاشوراء باطل، اللعن في زيارة عاشوراء باطل، الآية الصح، زيارة ضعيفة. انتم راجعوا مقاطع اللي أنا ما أريد أن أقلب بهذا الفيديو، لأن من الممكن أن يبلغ على هذا الفيديو من الشيخ ياسر عودة. والله يقول عندما يذكر حديث الإمام الحسن العسكري عليه السلام يذكر يقول ممكن زيارة أربعين جار، ممكن زيارة أربعين جار. إذن على وجهة شديدة، أولا فتوى السيد السيستاني وكلام السيد السيستاني بهذا الخصوص مهم جدا، لا يصغى، ومثل ما قلت أنا هذا الشيء يكفيني لا يصغى إلى من ينقل هذا الموضوع، أي التشكيك بهذه الزيارة المباركة. تقريبا هذا هو محور هذا الفيديو، فقط ألخص ما قال الشيخ أحمد سلمان. الشيخ أحمد سلمان يقول العالم كله يتكلم بهذا الأمر، الشيخ أحمد سلمان أيضا يتكلم عن موضوع الزيارة من ثلاث محاور، لكن بموضوع العالم كله يتكلم بهذه الزيارة المباركة. أقول وأكرر، العالم كله يتكلم بهذه الزيارة، والعالم محروم من هذا الفضل ومن هذه العظمة اللي تجمع بها 40 مليون أو 20 مليون وأكثر. وياسر عودة والله 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 ما عاجب هذا الوضع بحجة التحقيق العلمي والتحقيق التاريخي. فأقول نعم هناك مشكلة بعقل كل شخص يريد أن يحرف عقول الشباب بحجة البحث التاريخي، ومن ضمنهم وأقولها بكل صراحة الشيخ ياسر عودة يريد أن يضلل الناس بحجة البحث التاريخي. إذن المحاورة التي تطرق لها الشيخ أحمد سلمان لغويا إننا نزور، يعني ما فائدة أو عفوا نزور قبور الأئمة عليهم السلام، لأن الزيارة في هذا الأمر يعزل الزائر عن الدنيا ويتجه نحو الآخرة. فهذه الأمور لما تتجمع في الأربعين، تتصور كل هذه الفضائل وكل هذه الأمور تتجمع في الأربعين التي ذكرها الشيخ أحمد سلمان، تتجمع بزيارة الأربعين. فشيخ أحمد سلمان يكمل ويقول ما فائدة هذا العمل؟ يقول الفائدة بأن يقطع الشخص آلاف الكيلومترات، وبعد عقلاني، وكل الأمة تخلد عظماءها إلا من نعم الله قلوبهم. أيضا بخصوص موضوع حتى السلفية يحيون ذكر محمد بن عبد الوهاب، وللطيفة الحجة التي يستند إليه الوهابية بإحياء أسبوع محمد بن عبد الوهاب لأنه مجدد. فأقول أسبوع محمد بن عبد الله ألا يستحق؟ فقط هذا السؤال. محمد بن عبد الوهاب مجدد، فمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ألم يأتكم بشيء جديد بالنسبة للوهابية حتى لا تجعلوا له، أو من يقوم بهذا الأسبوع، أو من يحتفل بأسبوع الإمام أو الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله تبدعونه؟ فهذه فقط قوس. إذن البعد العقلاني، البعد الوجداني، وهذا هو يعني شيء واضح جدا بخصوص التقاء الحبيب بمحبوبة، العاشق بمعشوقة، هذه أيضا نقطة عقلانية بالإضافة إلى كونها وجدانية، تدخل في البعد العقلاني بالإضافة إلى البعد العرفاني. الشيخ أحمد سلمان يبين موضوع من عدة جوانب، يتكلم على موضوع المشي ولماذا نمشي، لمن يشكل
بهذا الإشكال. ينقل الشيخ أحمد سلمان موضوع مشكلة من يقول هذا الشيء. أولا الشيخ أحمد يقول إن الأجر على قدر المشقة، ثانيا الأئمة عليهم السلام يحجون ماشيا، يحجون نعم مشاة، بالإضافة إلى موضوع الخصوصية في زيارة الإمام الحسين عليه السلام بأحاديثنا أحاديث العترة الطاهرة. إذن هذا هو فيديو اليوم، أتمنى أن يكون الفيديو واضح. أنا ما يهمني أني أسقط شخص، لكن لما هذا الشخص يريد يمس عقيدة، يريد يحرف عقول الناس، يريد يفتت ويشتت هذا الجمع المليوني بحجة التجديد التاريخي أو البحث التاريخي، البحث في الروايات والتجديد في الروايات، يهمني أنه أبين هناك رد على هذه الأمر. فأنتم لاحظتم الفرق بين ردود الشيخ أحمد سلمان وبين كلام الشيخ، أو بين الشيخ أحمد سلمان كيف يحث على الزيارة، وبين الشيخ ياسر عودة وكيف يعطل الناس عن الزيارة. أقول عافانا الله مما ابتلى فيه صراحة الشيخ ياسر عودة. الله لا يبلينا بما ابتلاك بموضوع يخص الإمام الحسين عليه السلام، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وأعرف أنت راح لمن يصل لك هذا الفيديو، هذا جاهل، هذا جويهل، هذا يردد الكلام، لكن أنا أمتلك عقيدة بالإمام الحسين عليه السلام، الحمد لله أنت وغيرك من المجددين لا تمتلكها. فأقول أنا صاحب عقيدة وليس مجرد شخص يتكلم بهواه. العقيدة التي أنتمي إليها أقول إن ملايين الناس تتجه، وأنت تريد أن تشتت، وأنت تريد أن تشتت. أقلها إن لم يكن هناك أي دليل على هذه الزيارة فهي تدخل في أو بالعنوان الثانوي، ألفة، محبة، مودة، أمور تبليغية وترديد أو ترديد الولاء أو لبيك يا حسين، جموع مليونية تردد هذا الكلام. هذا الموضوع فقط هو كافي بالنسبة لي، حتى وأن لم تكن هناك روايات عن هذا الموضوع. إذن هذا هو فيديو اليوم، هذا ملخص اليوم. أتمنى أن توفقت بنشر هذا الفيديو وتوعية الشباب عن المنحرفين فكريا. هذا هو فيديو اليوم، هذا ملخص اليوم. انتظرونا إن شاء الله بفيديوهات قادمة. إلى ذلك الحين انتظرونا، خادمكم ومحدثكم علي، وفي أمان الله.